ورجعنا تاني في اخر جزء في المعسكر بتاعنا موديل ديكزامان بور اونيتي 1 اي اونيتي 2 لو كلوب دو سبورتيف اي لو كلوب دو غورمون. بنكمل مع بعض حل نموذج امتحان مهم جدا، مراجعه للوحده الاولى والوحده الثانيه في منهج ثالثه ثانوي كلوب دو. يلا بينا نشوف كنا واقفين عند انهي جزء. كنا طبعا اتكلمنا في الفيديو اللي عدى على الكومبرينسيو 1 وكومبرينسيو 2. بعد كده عندنا سؤال المواقف. سؤال الموقف بيقول لي فو دوموندي لا في دو فوتغ امي سور فوتغ شيميز، تسأل صاحبك رأيه في القميص بتاعك. فودت، انت هتقول له ايه في السؤال؟ هتقول له كورانج تو، ماذا تنظم؟ كوريون بونس تو، ما رأيك فيه؟ في تو دي كورس، بتعمل شوبينج؟ طبعا من الواضح ان هيكون الاجابة التانية اللي هو بتاعتنا دي كوريون بونس تو. Pour vous informer sur la date de naissance de votre ami. بتستعلم عن تاريخ ميلاد صاحبك. فوديت هتقول له دو كال اوريجين تو يي، ولا كون تو يني، ولا تو يني او. طبعا بسال عن الدات، واضح جدا هستخدم كون. كون تو يني، متى ولدت. طبعا او بتسال عن المكان، وهنا دو كال اوريجين تو يي، من اي اصول تكون. فوز ادوري لي شانسون فرانسيز، انت بتعشق سماع الاغاني الفرنسيه. هتعبر عن كده ازاي؟ هتقول ايكوتي Le chanson française, c'est ma passion, ميول أو شغف أو اهتمام. Votre professeur s'informe sur la profession de votre mère. المسيو بتاعك أو مدرسك بيستفسر عن مهنة الأم. Vous lui dites, أنت هتقول له إيه في الإجابة؟ Que fait votre mère et les médecins à les professeurs. لأني بتكلم عن مامون بالفيمينان بالأل. Vous voulez manger, vous dites à votre mère. تريد أن تأكل، هتعبر عن كده لماما تقول لها جي فام. فو انفورمي، أنت تستعلم سور لو كليما جوردوي، عن الطقس أو المناخ اليوم. فو ديت هتقول كال تون إل في، يعني ما حالة المناخ، يبقى كال تون في تيل أو كال تون إل في. سيتياسيون نمبرو 7، الموقف رقم 7. Vous demandez à votre copain quel sport collectif il préfère. بتسأل صاحبك الرياضة الجماعية اللي بيحبها. صفا، هتستخدم تقول ايه في السؤال بتاعك؟ لو بادمنتون ولا لو فوتبول ولا لو جودي. خلي بالكوا ايه الدي، هو يكون هيختار رياضة جماعية لو فوتبول. Vous demandez à votre mère، انت تسأل الأم سي كي إل في أ لا كوزين، ماذا تفعل في المطبخ؟ قال دي هي تقول جي رونج لي فيتمون، ارتب الملابس. جي بريبار لو ديني، اجهز العشاء. جي في مون لي، يبقى جي بريبار لو ديني. فو دوموندي ا فوتر امي، انت بتسال صاحبك دو فينير شي فو، ال ريفيوز، ان هو يجي عندك بس هو يرفض. ال دي هيقول في الرفض جي فو بيان، اريد ذلك. سا نو مو دي ريان، لا اهتم بذلك. بوركوا با، يعني واي نوت. طبعا هو بيرفض، هيقول سا نو مو دي ريان، يعني ده ما يهمنيش. تو فو ان جاتو؟ نو جي نو فو با. انا بتكلم عن جاتو، هنا جاي معاه ان جاتو. لما يكون الاوبجي بتاعي يسبقه ان وان ودي، بسميها لارتيكل انديفيني، يسبق او يحل محله الضمير الشخصي اون. ليزيليف ام ايكول، ليزيليف هنا يا جماعه هي بتتساوى مع ايلافيك اس، ويلافيك اس بتاخد ايه الصفات الملكيه؟ لوغ مع الماسكولا والفيمينا السنجولي المفرد، ولورافيك اس مع الجمع، وكلمه ايكول هنا مفرد، اختار معاها لوغ. بواسون تويان، بواسون يعني مشروب، هي كلمه فيمينا مؤنثه ومفرد، هنختار كال الاولى. سوسوار مساء جو في اشيتي تخوا، جو في فير في، يبقى فير، لان في الفتور بروش بستخدم فيرب الي زائد مصدر الفعل. جرامير نمرو 5 رقم 5 بقول اليا انور منذ ساعه بابا اريف، ولا اريفي، ولا فيان دو اريفي او فا اريفي. طبعا هنختار مع اليا معناها منذ، الباسي ريسون فيان دو اريفي، يبقى لما الاقي يا جماعه اليا بختار فيرب فينير زائد المصدر. ني كوش با تاغ مون بيتي، بأمر ابني أقول له ما تنامش متأخر. ني سي كوش
ني تكوش نو تواكوش. أفكركم إن الفعل نفسه اسمه سكوشي عند الأمر مع تو، كوش توا لو الأمر مثبت، ني تكوش با لو الأمر منفي، يبقى ني تكوش با. Repas, tu vas prendre mal ou quoi? Belle tête, non? Voilà, quel, quel avec S, quel féminin? Hadab akel, لأن كلمة repas masculin معناها وجبة، كلمة مذكرة. Le ballon, le court, lance à ton copain. عاوز ضمير شخصي يعود على كلمة le ballon. زي ما نشوفين هي كلمة مفرد مذكر masculin singulier، استبدلها bleu. Le film est bleu. Intéressant. عاوز صفة مرتبطة بكلمة فيلم، وكلمة فيلم أصلا كلمة ماسكولا سينجولية، يبقى intéressant. Vous ne pouvez pas faire ce travail. لن تستطيع القيام بهذا العمل. Je peux le faire. أقدر أعمله طبعا. يبقى وي ولا نو ولا سي. أفكركو أن لما يكون السؤال منفي هترد بسي، يعني ما ترد بنو. هترد بسي لو الإجابة مثبتة، هترد بنو لو الإجابة منفية. يبقى هنا نقول سي يعني بلا للرد على سؤال منفي. La mère dit aux enfants، مامو بتقول للأطفال lève-toi، tu lèves، lèvez-vous. الأمر مع الجمع بالفو، هو تصريف فعلي مع الفو اسمه lèvez-vous. يعني إيه lèvez-vous؟ معناها استيقظوا أو اصحوا. سافا. بعد كده بنكمل مع بعض الجزء الأخير من الإكزامان بتاعنا اللي هو بقول عليه لو أو لا بروداكسيو، قسم أو جزء الإنتاج. حتى الآن طبعا احنا اتكلمنا في أكتر من محاضرة على لغي للأسئلة المقالية، بس احنا مكملين في الأسئلة المقالية لحين وجود إيه البديل ليها. احنا حتى الآن ما ظهرش البديل للأسئلة المقالية بتاعتنا، هل هي هيبقى استبدالها بسؤال جديد ولا هنزود اسئله الجرامير والستيسيون بدرجات اكتر. لكن حتى الان احنا بنكمل في حل الايميل والسوجي كنوع من الايه الانترينمو، التدريب على اللغه الفرنسيه. الايميل بتاعي بيقول لي ايه في الايميل؟ الايميل بتاعنا عشان نجاوبه يلا بينا نشوف كده الايميل بتاعنا يكون ازاي. اوكي، الايميل بتاعنا بيقول سالو، اقول له سالو. Quand vas-tu au supermarché? متى تذهب للماركت؟ هتقول je vais au supermarché، أذهب للماركت. Le weekend، بذهب يوم الأجازة. Par exemple à 8h soir، مساء. عشان تكون إجابتي كاملة. Avec qui؟ هقول avec مامو، مع الأم. كاسكو تو أشت، هتقول جاشت، أنا بشتري. جاشت مثلا دي فغوي، فواكه. اي دي ليجوم، خضروات. والآخر أكتب أبلس. Ça va, quand vas-tu au supermarché? Je vais au supermarché le week-end. Avec qui? Avec papa ou avec maman. Qu'est-ce que tu achètes? Aoul, j'achète des fruits et des légumes. Khodar ou fawaka. Ou akhiran, ma soual el moudou, traité l'un des deux sujets suivants. On utilisait cinq mots donnés. Yani, بيقول لي اتعامل مع سؤال من سؤالين دول، اكتب فيهم ست جمل. السجل الاول بيقول لي اكريفي دو تون سبور بريفيري، اتكلم عن رياضتك المفضله. اون كا اون سيز فراز. براتيكي يمارس سبور، رياضه. سونتريني يتمرن. كومبيتيسيو بطوله، غاني يكسب. او بارلي دو فو بلا، اتكلم عن اطباقك. دون لو كاتر ريبا كوتيديان، في الوجبات اليوميه. Écrivez six phrases. Prendre et تناول. Petit déjeuner الفطار. Déjeuner الغداء. Goûter ou dîner. دول على فكرة يا جماعة أهم موضوعين خاصين بالوحدة الأولى والوحدة الثانية. ممكن نتعامل مع بعض كده بالسوجي الثاني. Parlez de votre plat préféré. Okay. أول حاجة هتكلم أقول في السوجي الثاني بتكلم. يلا بينا نشوف كده مع بعض السوجي الثاني ممكن يكون ألذ شوية، وإحنا أوريدي اتكلمنا عن ده في مراجعة الوحدة الأولى سابقا. أول حاجة أقول أو بيتي دي جوني، أو بيتي دي جوني في الفطار. أو بيتي دي جوني جو برون، أتناول.
je prends du fromage et du pain. Ça va? Au déjeuner, Filgada, au déjeuner, je mange de la viande, lahma, et du riz. Négler le goûter. Au goûter, fais le wakbal khafifa, au goûter, je prends du croissant, par exemple, et du jus. A bien le exemple, mais l'asir, ou asir. Au dîner, fais l'acha, au dîner, fais l'acha, je prends, par exemple, du toast et du lait. Azawad gom laoul, je prends un atanawal ce repas hazil wagabet à la maison fil manzil avec ma famille. Malus. يبقى انا يا جماعه بتكلم في السوجي بتاعنا عن حاجه اسمها البلا الاطباق المفضله ليك في الوجبات الثلاثه وهنا مدي بيتي دي جيني والدي جيني ومزود كمان الجوتي والديني بقول او بيتي دي جيني جي برون دو فرماج اي دو بان او دي جيني في الغداء جي مانج دو لا فيوند اي دو لا سالاد او دو لا سوب او دو ري او جوتي في الوجبه الخفيفه جي برون اتناول دو كرواسون اي دو جو وعصير Au dîner, fil acha, je prends du toast et du lait. Je prends à tanawal ce repas azil wagabat à la maison avec ma famille. Ça va, استعرضنا في الجزء اللي عدى ده اهم الموضوعات اللي اتكلمنا عنها اللي هو طبعا اتكلمنا مع بعض عن الاونيتي الاولى اونيتي 1 لو كلوب دو سبورتيف واونيتي 2 لو كلوب دو غورمون استعرضنا مع بعض اهم الكلمات اللي احنا اخذناها على مدار الفترة اللي عدت كلمات الفوكاب بتاعتنا الخاصة بالوحدة الأولى والوحدة الثانية كمان اتكلمنا عن أهم المواقف الخاصة بالدرس بالوحدة الأولى والثانية سيتياسيون ورجعنا أهم نقاط الجرامير رجعنا كم هائل من الجرامير وحلينا أكتر من 50 فراز و 40 سيتياسيون وحلينا الآخر مع بعض بمودل دوكزامان أتمنى أكون وفقت في تقديم مضمون شامل ومبسط ومباشر للوحدة الأولى والثانية انتظرونا فيديو جديد من دروس اللغة الفرنسية مع إيدوغرام كنت معكم ميس محمد الجواري بون شانس بوغ توس بالتوفيق للجميع وأشوفكم على خير في فيديو جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته